الانجاز هذا الحمد لله هذا الفوز هذا كان هديه للجمهور السوسي بصفه عامه وكل محبي وغير فريق حسنيه اكادير وكل اللي كيساندنا لا هنايا لا خارج الارض وخصوصا العائله ديالي. الحمد لله الفوز كما نقولوا كان مستحق. الحمد لله نتمنوا اننا نعاودوا لها ان شاء الله يوم الاثنين في نهايه كاس العرش باش يحضر الجمهور السوسي بكثافه ان شاء الله. جمهور طريق السلامه ان شاء الله يوصل ان شاء الله بخير وعلى خير وكنشكروا جزيل الشكر لانه ساندنا هاد طيله هذا الموسم هذا صراحه لا خارج الارض الوطن لا داخل ارض الوطن انه كيجي وكيشجعنا وشكرا جزيلا. وهادشي كيشرفنا ويشرف ميثاق ديال زوج وما ننساوش نشكروا الجمهور الكبير والعريض اللي رافقنا وتعذب كنشكروا بزاف ونقولوا له شكرا 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 وهنيئا لنا وهنيئا لميثاق زوج كلها وشكرا لكم انتم الصحافه ميرسي بوكو. Creo que ha empezado en 5 minutos verte con un gol en contra, un penalti, una expulsión, de pararlo, de que te expulsen al portero. Creo que se ha juntado todo lo peor que se podía juntar en 5 minutos. Creo que la primera parte, después de eso, los jugadores han estado con tanta energía, con tantas ganas de ganar, pero creo que hemos estado pues, de una manera un poco alocada, sin hacerlo de una manera colectiva. La segunda parte creo que los cambios y modificar el sistema nos permitió tener un poco más equilibrio y compensar la superioridad numérica de Agadir y como digo, creo que hemos peleado hasta el final. Felicitar a Agadir por el pase.